يعالج على هذا الخبر انطلقت صبيحة اليوم عملية الاقتراع الخاصة بتشريعيات 12 جوان على مستوى 19 مكتب متنقل في ولاية تمنراس بحضور جميع المؤطنين والمراقبين، أين تسير العملية وسط إقبال من طرف الناخبين واحترام الإجراءات البروتوكول الصحي. التغطية كانت لعبد الرزاق حاجي. الناس راهي متوافدة باش تنتخب لأنها تريد التغيير. احنا تريد التغيير، وانا من هذا المنبر نوجه الرسالة للشعب، نقول لهم الشعب هذا لازم يخير الانسان المناسب، لان ما تفوطيش وتندم. كاين ناس فوطات الخطره اللي فاتت، بدات زعما تقول لك وتسب منا وتنقز مالا من ضربك، راه عندهم الفرصه. جيت ننتخب على نودي الواجب نتاعي، ماذا بيا اللي يطلع يشوف فينا، يشوف الانشغالات نتاعنا، يشوف القريه راهي الجماعه كاملين جاوا انتخبوا، ماذا بهم اللي يطلع يطلب في الانشغالات نتاع الشعب. احنا عندنا سمانه نوجدوا لي كارت نتاع الفوط، عندنا سمانه وجدناهم، وجدنا الفوط نديروا الواجب الانتخابي، نوجدوا روحنا من اجل الجزائر اللي تنادينا، كل ما لباتنا تنادينا. بدايه الاقتراع كانت بدايه الحمد لله موفقه، توفير الوسائل الماديه والبشريه، كانت كاع الوسائل متوفره، ووسائل تعقيم لتطبيق البروتوكول تاع الكوفيد. انطلق العمليه يامس، جينا يامس على الرابعه، بيتنا هنا في قريه غرين بايت، واليوم على 8 انطلقت العمليه، وراهي في احسن الاقبال، راهو ما شاء الله. بلغ العدد 19 مكتب اليوم، شهدنا انطلاق افتتاح عمليه الاقتراع اليوم في 19 مكتب على مستوى ولاية تمنراست في ظروف جيدة وحسنة، حيث سجلنا حضور جميع المؤطرين وكذلك المراقبين. عندنا على مستوى بلدية تمنراست عندنا 7 مكاتب، على مستوى بلدية أبلسة مكتبين، كذلك على مستوى إدلس 4 مكاتب، بلدية تازروك مكتبين، وعين مقل 4 مكاتب.